ياب ياب انها الفرصة. نايس نايس نايس. اوه ياب ياب جبت الكليني لك. اوه عيد عندها هسه هذا العنكبوت غير. نايس نايس اعتقد هسه الوضع مية مية. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ اهلا بيكم قناة العاب خنفشاري او راكية. مرحبا بكم الحلقة رقم 12 من لعبة ويبد. اوكي بالحلقة السابقة سوينا هذا الجسر، اوكي الخنفشارة، فان شاء الله بحلقة اليوم راح نكمل اوكي شلون نقولها، ننظف منطقة الخنافس او نستكشفها بعد اكثر. اكو 1 2 3 4 5 6 طبعا تقريبا 6 مناطق بعد ما مستكشفها او 6 نقاط. اوكي لان بعد اكو نقاط مخفية اوكي او مناطق ما مشيت بيها. فيا اوكي شباب اعتقد اوكي هنا منطقة مبينة سرية اوكي اللي هو فوقي بالضبط، بس ما جاي اقدر اوصل لها. اوش لازم طلاقة قوية كلش. نبنطق هنا خيط. لا اوه ياب ياب انها الفرصة. نايس نايس اخيرا يا رجل على الحاضر انطوني هاك تفضل. اوه نايس 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 خلي اريد هاي هنا. نايس حتى يمتى ما اريد اقدر ارجع. المهم اقلك هاي باي اهلا صديقي يوغوت، هل لديك دقيقة؟ وي ار وركينج اون، احنا نشتغل على حفرة جديدة او جحر جديد. الرفيق قد ذهب لكي يحضر المزيد من الادوات اوكي، بس البوت السبايدر مالنا عالق في الاسفل. تقدر تطلعها؟ يب 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 بوت سباي هذا بوت سبايدر. نايس نايس اوكي شلون راح نطلع؟ الله اعلم. يا اخي المنطقة منطقة غثيثة. وش منطقة غثيثة، شلون راح اطلع هذا البوت سبايدر؟ يمكن لازم ارفع كل شيء. اوكي تعال وياي تعال وياي، بس كون يطلع من جوا. اوكي ياب 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 بدا يطلع بدا يطلع ياب طلع اخيرا يا رجل. ياب ياب تعال تعال وياي تعال وياي تعال وياي تعال لازم اقطع ذني. ياب هذا البوت سبايدر يعني عنكبوت آلي. ياب زهو واي طلع العنكبوت اشتغل. جريتنج انجينير مهندس عبقري. جاي يحكي ويا العنكبوت و بس فور ما ادري ايش وات. دخل جوا. شكرا جزيلا اولد بوت ار really hard to replace. الروبوتات القديمة من الصعب انه تستبدلها. يورا انت منقذ الحياة او ايش. اعطاني سكن نايس اوكي نايس. عجبني هذا السكن عجبني حلو شكلي. اوكي لا ممكن نطلع. بدي اشوف شيء فوق دام السكن. خلينا نشيل الشبقة. وين هي؟ يبون نشيل الشبقة؟ لا نشيل الشبقة. نايس السكن حلو. اوكي نريد شبقة. شكله غريب يا شبقة نخلي. ياب نايس نايس عجبني 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 اوكي عجبني. فهسه خلصنا هاي المنطقة اوكي السرية، عندنا ذبانة واحدة نروح ناخذها. نايس ظهر انه انا كنت كاظم بالخيوط مالتي اللي خالها بكل مكان. اوكي حيل عجبني هذا السكن. عندكم هنا بهاي المنطقة بالعادة منطقة البوابتين اوكي كنت اصعد لي فوق. اوكي هسه نشوف اللي جوا ان شاء الله منطقة بيها خير، بس لا تقول لي انا جاي هنا من قبل. اوكي What is this? What?
وين راح يذبني؟ عجيب. What the f- What؟ لا تقل لي يم النمل. What؟ عجيب المنطقة. يب يب يم النمل. يب يم النمل. ما علي خلق. هسا احنا محصلين 48 ذبانة كلهم. اوكي احتمال لازم اطلق صراحة هنا. اوكي على المدهاي رتبت الوضع. حتى خاف المفروض ما جبن هنا. فكذن كنس. لا 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 ياب 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 جبتين كلين. اوه ما حاجة اطلق صراحة يعني. نايس. لا 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 ياب ياب ياب. خلنا اطلق صراحة كلين. خلنا اطلق صراحة كلين. ولو لحد تنعدم من الفريمات. بس ليش لا. اوكي. كلهن 48 وحدة. اوكي ان شاء الله الخيوط تحملن. 23 21 نايس بقى 15 تحت علق اللعب قد عدد البارات. اوكي تم شوف 48 ذبانة. اوكي 48 ذب ولا واحدة عندي. لا خلها كلها كلها ابلع. وات ليش ما ياكلها؟ وات ذا ف ليش ما جاي ياكلها؟ غير العنكبوت ما جاي ياكلها. ليش ما جاي ياكلها؟ وات ذا ف الراس الراس الراس. وين الذبانة؟ يا ابوي شيل راس الذبانة حتى اقدر اكلها كلها. فيلم رعب بالنسبة لي. بعيد عنده هسه هذا العنكبوت غير ما جاي يلحق. لا اوش 48 بالتمام بلش هذا احتمال خربن كل الفريمات. اوكي ويا دايم. اوكي حصلنا على الذبانه او راس الذبانه. والله خلي العنكبوت هذا كبير وراسه راس دبانه في المرعب. لبسه شبقه صفراء. وات ها هاي تعتبر شبقه. المهم خلي هذا العنكبوت واعتقد هسه لازم انطلق. ياب يجب ان انطلق. وش صار؟ المهم علقن والله كريم. اوكي اول ما صار حدر او فوق الوقود. اوكي كذا نايس نايس. اعتقد هسه الوضع مية مية. ياب الوضع مية مية. ما اعتقد بعد اكثر شيء يعني لازم نسويه. كل التجهيزات مكتملة. خلي شوف هذا شيريد. شو تريد حجي؟
جود لك. يب قال لي في مال له. نايس. بس اعتقد راح نسوي هذا الشيء بالحلقه الجايه لان صارت 25 دقيقه 15 دقيقه اعتقد الحلقه تمام التمام. فا اوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا باللايك والاشتراك واذا عندكم شيء تقولونه او لعبه تريدون العبها اكتبوا لها في التعليقات. نشوفكم باكر الساعه 7 بالليل وهي لعبه ويبت. اوكي يلا باي.